الخير. امبارح توقفنا او خلصنا التعريج السريع، العرض السريع اللي كان 3 و4 وامبارح بدايه الاسبوع عن ما نعانيه. ابتداء كنا في موضوع التعليم والتعليم الديني، ثم الافكار الجاهزه المعلبه اللي بيدرسوها التي تشيع في المجتمع، واتصال هذا المجتمع بالغرب من ناحيه فكره الكافر او من ناحيه الوطن هنا، مسألة الدولة المدنية، كفر الآخرين أو كده. وعرضنا القرآن، وامبارح أكدنا هذا العرض وفهمتكم يعني، أو شرحت يعني، أنا آسف على الكلمة، على السريع إلى أن نعمل حلقات الكفر والكفار في القرآن اللي هي أوتوا الكتاب وأهل الكتاب، وقلنا آيات كويسة. أنا قلت لكم في آخر حلقة أني في كده مجموعة آيات، طبعا مجازا وصفا بقول أنها معزوفة جميلة، أنا هخليها مش مع النهاردة لأن هذا الموضوع نفتحه النهاردة هيجي في سياقها لأنه متصل جدا برضو باللي كنا بنقوله، بس ده هنقول فيه كلام مهم جدا أو بزعم أنه مهم، هنقولها في معرض يوم الأسبوع ده، يا إما لأنها جاية في حاجة متصلة جدا بنفس مجموعة الآيات من ناحية علاقة الأديان كلها ببعضها، من ناحية القرآن وجهة نظره اللي هي مفروض وجهة نظر المسلم، وبالتالي الدولة والوطن اللي بنعيش فيه. شوفوا بقى، في خضم اللي قلناه الأسبوع اللي فات احنا كنا بنتكلم غالبا على علاقة الإسلام بالآخر وعلاقة المسلمين بالغرب وفكرة التكفير وفكرة اتهام الكتب الأخرى المقدسة أنها محرفة، اللي هي الأفكار الكبيرة اللي عاملة هذه المشاكل التي تجعل هؤلاء الذين ما يسمى يلتزمون فيتطرفون فيصبحون بعد كده إرهابيا إما بيده أو بلسانه، فيبقى العالم كله كافر. ودي تلات اربع حاجات اللي قلناهم الاسبوع اللي فات ده، او اللي شرحناها زمان كتير، او اللي هنعمله في الحلقه بتاعت الكفر والكفار، دول سبب خراب العالم. مش بكلمك عن حاجه بسيطه. وامبارح شرحت لكم اللعبه بتاعت انه يقول لك اصلا كافر بدينه وكافر بدينه، وكان عمليه فيها تعادليه، وهذا كذب، هذا تدليس. الاهم بقى ركزوا، عشان انا بقى هقول كلام بعتقد انه مهم الحلقات دي الأسبوع ده وأول حلقة واتنين الأسبوع الجاي، موضوع كله على واحد متصل، هشرح فيه شرح مهم جدا كده كده كان هيتقال، تخيل كنت هقوله من سياق تاني، بس حصل بقى حدث كده لطيف الأسبوع اللي فات ولو تداعيات أنا عايز أشرحها وأتمنى الإنصات للي هقوله. في بداية الأسبوع الماضي أو في نصه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو عشان أصدقائي بتوع الأكسون ما يزعلوش، ماكرون، عمل بيان، أنا آسف، خطاب كان بيتكلم فيه بوضوح عن مشكلة، ركز في اللي هقوله لأنه هيتفرع على حاجات كتير قوي أكتر من اللي قاله ماكرون، بيحط فيه الضوء على مشكلة كبيرة تعيشها فرنسا بالذات وبالتالي أوروبا بالمناسبة. سيبك من أهم كلمة أو من سقف الكلمات اللي احنا برضو هنفصل فيه حلقة كده كاملة مركزة، هقول لكم ردي على المسألة أو تعليقي يعني، لا في تداعيات كتير قوي تاني. ماكرون قال مشكلة كبيرة أن أغلب بين قوسين المجتمعات المسلمة الفرنسية اللي هو جنسيته فرنسي بالمولد بالهجرة لكنه مسلم، أصبحوا مجتمعات انفصالية انعزالية لا تؤمن بالاندماج في المجتمع الفرنسي، لا في نشاطاته ولا في تعليمه ولا في ثقافته ولا في رياضته ولا في نشاطاته الاجتماعية ولا في شيء. المشكلة دي مش بنت امبارح، المشكلة دي ماكرون وكتير من المفكرين الفرنسيين والمفكرين العرب اللي عايشين في فرنسا بيرصدوها من بداية الثمانينات، خلاص، لكن تفاقمت مع شوية أحداث ابتداء من 2015 اللي احنا بالصدفة أو بالقدر من أسبوعين ثلاثة فتحنا بابها اللي اتكلمنا فيه كلام كتير جدا من خلاله على مسألة شارلي إبدو وعقوبة الذي يسب الرسول والمسلم المعادي دايما والكاره والمتطرف والإرهابي لأنهم قتلوا الناس كلها. طيب ماكرون عمل، ركزوا في اللي هقوله لان انا عارف الموضوع ده قوي هناك، وبعدين هعلق بقى تعليقات تخص ديننا. ماكرون من اربع سنين عمل، افتكر ان الموضوع سهل، خلي بالكم من كلمه افتكر دي، سهل، فراح عمل برنامج كده من اربع سنين
أنا بنفسي دعيت رسميا للإبداء الرأي في بعض مسائله كمن ألف باحث، يعني مش شرط أنا بالذات، من كل غالبا المفكرين العرب شاركوا في المسألة دي، اسمه مسألة إعادة تدريب الأئمة والخطباء الفرنسيين، يعني إعادة تأهيلهم ماذا يؤمنون وماذا يقولون للسيطرة على فكرة. بس أن الذي يقال في المسجد هو كان فاكرها سهلة كده، الوسط الفرنسي السياسي في المسجد وخلاص. فبمناسبة تعليقي أنا أيما ساعتها بداية 2017 أنه مش بالبساطة دي يا جماعة، الموضوع مش خطبة في مسجد، وإن كانت مهمة زي ما مصر عملت في مسألة اللي بيعملها السيد وزير الأوقاف، وأنا بقول دايما الأوقاف متقدمة خطوات عن غيرها، وكمان الإفتاء دلوقتي هما الاثنين بس المتقدمين خلاص. فمش بالبساطة دي يا جماعة، فحصل كل اللي انتوا فاكرين في الثلاث سنين. ليه بقى ماكرون عمل الخطاب ده؟ عشان تعرف أنا بكلم هنا مش بس عن فرنسا، عن ديننا، عن شغلي، لأن في شوية أحداث في الثلاث أسابيع الأخيرة فقط، دونا عن كل السنين ودونا عن خمس سنين اللي فاتوا، اللي فيهم الشكل الزاعق لداعش والعمليات النوعية اللي في أوروبا خلاص، في ثلاث حوادث وقف عندهم عندهم ماكرون وسببهم عمل الخطاب ده، وقرر قرارات عليه مهمة جدا هنتكلم عنها باستفاضة. الضرب اللي حصل عند شارلي إبدو، واحنا برضو بنشرح شوف القدر، يعني عن الحادثة القديمة انا قلت لكم في وسط الاسبوع اللي فات انهم او في اوله راحوا ضربوا تاني حوالين الجريدة، بس المرة دي ما قدروش بقى يجيبوا سلاح مشددين الظهر ولا حاجة، فبالسكاكين اهو اي حاجة بالنسبة لهم، المهم نستعرض ان احنا جامدين قوي. ادي حادثة مع كل بقى التاريخ، يعني دي القشة اللي بيسموها ايه، قسمت ظهر البعير. وبعدين راجل في جنوب فرنسا سايق حافلة عامة، يعني اتوبيس ما يسمى في مصر نقل عام، طلعت بنت فرنسية أصلية لابسة سكيرت اسمها ايه، يعني جيبة قصيرة طبيعة ثقافتهم، رفض ان هي تدخل حافلة اللي هي فاكرها بتاعت ابوه غالبا. فهنا الحادثة دي اتنشرت قوي 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 في الصحافة الفرنسية، انه بيطبق احكامه هو مش مبادئ الجمهورية الفرنسية. تالت حاجة في نيس مدينة في الجنوب تحت ساحلية خطيرة، بس فيها عيب واحد، عيب انا شفته بنفسي، اللي بيروح فرنسا وفاهم هيفهم كلامي دلوقتي، والعرب اللي عايشين هناك اصدقائنا وسامعيني، نيس وما حولها مستعمرة للإسلامجية، للانفصاليين اللي هو بيتكلم عنه، مستعمرة. يعني نيس دي على فكرة ده الفرنش ريفيرا للي برضو عارف المصايف والحاجات، يعني أحلى شواطئ فرنسا الفرنش ريفيرا دي. نيس دي بقى اللي هي فيها الجمال ده كله، بس خش ورا الشاطئ بشارع، يعني انت في الشاطئ اهو، خش بقى جوه من ناحية الشارع العادية وفيها المقاهي والحاجات، انت في أكتر حتة سلفية في أي بلد عربي، وبالذات إخواننا السلفيين. ما هو السلفيين أصل هم مش ليست سبة للجنسية التطرف، يعني لا هي مش فرق الجنسية، من المصريين بس أغلبهم يعني من أصدقائنا في المغرب والجزائر، المتطرفين المتزمتين اللي عاملين الأصوليين قاعدين لك بقى في الشوارع هناك، تحس إن أنت مش في نيس خالص، تحس إن أنت في حاجة غريبة، ودي ملاحظة أي حد راح نيس عارفها. فالإخوة في نيس عملوا إيه؟ بنت ماشية برضو فرنسية، التلاتة حوادث دول في تلات أسابيع ورا بعض، بنت ماشية فرنسية أصلية يعني عينيها خضرة لابسة قصير الساعة 3 الظهر، ثقافته أنت مالك، مسكوها ضربوها في الشارع، ودي بالنسبة لفرنسا كأوروبا كلها كارثة الكوارث، مش بس الضرب دي خيال، لا اللمس واحدة وهي ماشية يعني سجن على طول، فما بالك بقى ضربوها على اساس ان دي بلدنا وده ديننا ودي شرعيتنا واحنا بقى ايه بنزحف يعني. وبالمناسبه كل الاسلاميين اللي في اوروبا، كل اغلب المجتمعات الاسلاميه في اوروبا اللي هم من نوع بيقول لك وبيحطوا الديسكس يعني الترابيزات بتاعته في الشارع، بيحطوا علم داعش
وبيبيعوا المصاحف؟ قال يعني ما أصل كله بيبيع المصاحف، ما هو كان في حرب زمان بين الصحابة، الفريق المخطئ رفع المصاحف عادي. فالتمسح في المصحف عادة قديمة عند أجدادهم، يكونوا أشر ناس ويرفعوا المصاحف. وبيقول لك وهو واقف للديسكات دي ما هي، وده كلام قاله ماكرون لما انحلل خطابه، ويقف يقول لك احنا جايين عشان هنحتلكم، حتى لو هو فرنسي يعني خد الجنسية، وفي يوم هنحكمكم لان رسولنا بشرنا انه احنا هنفتح روما. طبعا ده حديث ضعيف اوعى تصدقوا، زي كده حديث القسطنطينية. فالتلات حوادث دول الصحافة الفرنسية وحقهم، لأن مبادئ فرنسا العظمى بتسقط خلاص. فالخطر الإسلامجي، حطوا جيم عشان تفهموا لما أشرح النقط سريعا، مش دي اللي هنقف عندها، هنقف عند حاجة أهم اللي قالها ماكرون، هتفهموا أنه بيقصد الإسلامجية المتطرفين الأصوليين، لا يقصد الإسلام كدين. وهقول لكم معنى الكلمة بتاعت الأزمة، أن الإسلام دين يعيش أزمة في كل بقاع العالم، هو قالها كده نصا. أنا سمعت بتركيز 47 دقيقة كلهم اللي اتكلموا الخطاب. تلات حوادث دول استدعوا ماكرون يقف يقول الخطاب الرائع المدقق ده، اللي فيه كل حاجة عايزينها، وكل حاجة مصر سبقت وعملتها، وكل حاجة مصر عملتها زمان قبل عصرنا ده غلط، وكل حاجة في الخطاب ده هتشوفوا مرآة، لأن أذى التيار ده أذى عالمي متشابه. شوف فرنسا بحالها، وشوف أحوالنا في مقاومة الإرهاب في مصر، وشوف أي حاجة، هي واحد. المهم التلات حوادث دول خلوا ماكرون يقف يقول خطابه ده 47 دقيقة، وخلي بالكوا أنه وراه في الخلفية مبادئ الجمهورية الفرنسية، اللي هي مبادئ الثورة الفرنسية، ودي أهم، والمبادئ دي هنتكلم عنها كتير جدا حتى في بلدنا العظيم مصر، اللي هي مبادئ لا يختلف عليها عاقل. وانا لما نتكلم عن الاسلام والقيم الفرنسيه هقول لكم انها مبادئ الاسلام، مش تقول ولا محاوله ربط الاسلام بالعالم الجديد، لا دي الحقيقه في القران. وقف وراء الثلاث مبادئ مكتوبين بالفرنسيه، اللي هي ليبرتي اللي هي الحريه الليبراليه، ايجاليتي التعادليه، حريه واخاء ومساواه، خلاص، او حريه ومساواه واخاء، ان هي ليبرتي ايجاليتي كده يعني. دي مبادئ الجمهوريه الفرنسيه. يعني ايه؟ يعني كل شيء في فرنسا ينضوي تحت، من معاملات لحقوق لقوانين لعلاقات اجتماعيه لتعليم لثقافه، ينضوي تحت الحريه والمساواه والاخاء، احنا زي بعض طالما فرنسي. ماكرون قال كلام مهم بقى، يخص ليست فرنسا، يخص مصر بالذات، ويخص حاجة مهمة جدا اللي هي دايما أنا اللي احنا مهتمين بيها، ديننا العظيم الإسلام. هطلع فاصل ده وارجع.